هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية يا جماعة. والله العظيم اني احبكم، اقسم بالله اني احبكم حبا جما. تعرفوا ايش يعني جما؟ يعني كثير. ناس طيبين محترمين، خدومين، تثقون فيني واثق فيكم وتفهمون ايش اللي اقصده، ما يحتاج افسر لكم، انتم رائعين. حب كبير، لو عندي زي بندريتا اشياء كان سويت لكم، بس ما يبان، فايش بسوي لكم زي كذا؟ بس على كل حال يا جماعة، هذه السنة راح نبدا صفحة جديدة. ايش معناته نبدا عمر جديد وننسى كل اللي راح؟ لا، اللي راح راح نظل نفتكر، والجاي راح نتطور ونصير احسن ونعدل من اخطائنا ونطور من انفسنا و يب. فعلى كل حال يا جماعه، يا طلبت منكم ترسلوا لي اسئله تتعرفوا فيها علي، تعرف فيها عليكم. انا اعرف كيف بتعرف عليكم من خلال اسئلتكم، ولكن بحكم اني بقرا اسئلتكم فاقدر اتعرف عليكم يعني على طريقه تفكيركم عن طريق الاسئله اللي انت ترسلوها مخي يا حبيبي. فللامانه وصلتني اسئله مره كثيره، حوالي 400 سؤال حاجه زي كده، ولكن ايش راح ناخذ مجموعه اسئله. معلش اذا تشوفوا شعر كثير في الثوب او حوالين يتطاير، هذه ضريبه انك تربي بساس. المهم، فراح ناخذ مجموعه اسئله، اكبر قدر ممكن نجاوبه من الاسئله ضمن مده فيديو يعني منطقيه. فعشان ما يكثر الكلام خلونا نخش على السؤال الاول. السؤال الاول يقول: بما انك بتجيب وظائف الناس قبل الشهره، ايه هي الوظائف اللي اشتغلت فيها قبل اليوتيوب؟ والله يا جماعه شوفوا، انا يعني كعبد الرحمن كوجيه قبل اليوتيوب وقبل ما اتزوج وقبل كل شيء، ترى اشتغلت حرفيا في كل شغله. ابوي الله يحفظه وامي الله يحفظها، من يوم انا صغير زرعوا فيني حب العمل، مش حب العمل اني صرت متعلق بالشغل، لا، ابغى اشتغل، ما ابغى اجلس في البيت. البطاله مشكله، اذا تعودت على البطاله تقريبا ما راح تشتغل طول عمرك. واعرف ناس كثير كذا للاسف البطاله تنمت في دماءهم وصاروا عادي بيشتغلوا، صارت اعمارهم كبيره جدا. من يوم انا تقريبا اولى متوسط وانا في سوق العمل، اكيد ما كنت اسحب على المدرسه، كنت اشتغل وادرس. ففي اولى متوسط او في يعني المرحله المتوسطه، في المرحله الصيفيه لما تيجي الاجازه الصيفيه كنت اشتغل في المولات، اشتغل في المنتزهات، المحلات اللي في الشارع. فللامانه عشان اختصر لكم بس الاماكن اللي اشتغلت فيها، اشتغلت في محلات بيع الاحذيه، محلات العطور، محلات الملابس، محلات الجوالات، محلات الكمبيوترات، السوبر ماركات، بقايل، اشتغلت في منتزهات، اشتغلت في محلات التلميع والاشياء هذه تبع السيارات. للأمانة سيرة ذاتية تبعي مرة مليانة أشياء، إلين وصلت للجامعة وبعدين إيش بديت أبدأ أخوض تجارب جديدة في عالم الأعمال وهذه الأشياء. وتعلمت الجرافيك ديزاين ترى من يوم أنا ثالثة متوسط، وكانت الطريقة اللي تعلمت فيها الجرافيك ديزاين مضحكة جدا يعني، فما كنت ماخذه ككارير أو كمهنة أكثر من إنه لا أبغى أتعلم أصمم علشان أسوي صور وأكتب عليها كلام. فبعد فترة اكتشفت إني صرت مصمم وتطورت خلال السنوات على مبدأ كايزن، اللي هو إنك تتعلم كل فترة شيء بسيط، بعد فترة تكتشف إنك تعلمت أشياء كثيرة. فيب اشتغلت في كل ما هب ودب، وبعد ما تخرجت من الجامعة أو قبل ما تخرج من الجامعة اشتغلت في وظيفة مرموقة، مش مرموقة لكن مقارنة بالوظائف القديمة كانت شيء مختلف وتجربة جديدة داخل شركة وداخل مكتب، ومنها بدأ التطور وإلى الآن وأنا أشتغل ويب أند جرافيك ديزاينر. اللي بعده يقول: إذا جاتك فرصة تكتسب قوة أحد شخصيات مارفل، وش راح تختار؟ صراحة ما أبغى أخذ قوة ثور زي ما قلت الماهر في الفيديو تبعه، لكن إيش ودي أصير؟ والله أحس شخصية سبايدر مان مثيرة للاهتمام، دكتور سترينج مثيرة للاهتمام بس مسؤولية. I guess I will go with سبايدر مان، يعني شخصية فلة والحالة تشتغل عادة وظريفة وقوتها حلوة وعندها قدرة تحمل وخفيفة ومرنة. اللي بعده يقول: هل بتجرب تدخل بعالم التصوير وصناعة الأفلام؟ لأني ملاحظ ما شاء الله أنك تعرف تستخدم الإضاءات والكاميرا بمقاطعك. كصناعة أفلام، بروديوسر أو إنتاج أو إخراج أو سينماتوغرافي، no fucking way، مش عايز. لكن تمثيل ربما إذا جات الفرصة المناسبة، why not؟ غير أنه كان لي تجارب يعني قديمة في المسرح أيام المدرسة وأيام المراكز الصيفية. كريس يقول: Do you think No Way Home is the best MCU movie? In my opinion, it's Infinity War. أنا أقول لكم الأفلام اللي تيجي كده صرخة وضربة وفيها مجموعة شخصيات أحطها في المفضلة، هي أفلام ممتازة جدا جدا وعظيمة ورهيبة وكل شيء. أنا أفضل فيلم استمتعت فيه متابعته هو فيلم دكتور سترينج الأول، عشان كده فيلم دكتور سترينج الثاني أنا متحمس له
مرة كثير. نو واي هوم واحد من أفضل الأفلام اللي يعني بمستوى إند جيم وإنفينيتي وور، بس لا مش أفضلهم. إند جيم كان فيه تغييرات كثيرة وكان فيه أشياء جوهرية كثيرة صارت وأشياء مفصلية، ويا صراحة كان تجربة مرة درامية مؤثرة وكلش. فعلا ما أدري إيش قلت، فهمتم من جوابي شيء؟ ما عاد فيني حيل أشرح أكثر من كذا على اللح. اللي بعد يقول أسامة هل أنت تقرأ الكتب؟ والزمان صراحة كنت أقرأ الكتب يعني ورقيا، وعندي مجموعة كتب صراحة كثيرة هنا في المكتبة، ولكن بطلت أقرأ الكتب وصرت أقرأ الكتب إلكترونيا. بعد فترة صرت ما عاد أقرأ كتب نهائيا، صرت أقرأ ملخصات الكتب أو أستمع إليها صوتيا. نوع كتبك المفضل؟ ما عندي نوع مفضل، ولكن أحب الأشياء اللي فيها يعني تميل إلى الفلسفة والأشياء اللي لها علاقة ب يعني نشأة الإنسان وطريقة تعامل الإنسان مع الأشياء اللي حوله. ليش تركت قناة الجيمينج؟ صراحة ما تركتها، ولكن انشغلت عنها، وغير كذا الجهاز اللي قدامي هذا اللي كنت ألعب فيه شوية مهنقش، فنحتاج نغير الجهاز. هل تشوف إنه لازم ينعمل مسلسل كامل لقاس زي مسلسل سول، نتعمق أكثر بالشخصية وأسبابه؟ ياب، واي نوت، ليش لا؟ متأكد إنه قاس بيكون عنده ماضي وأشياء كثيرة راح نحتاج نعرف عنه. وجيه يا أخي، لهجتك مرات تقلب جنوبية مرات تقلب حجازية، وش لقبك؟ والله يمكن أنا جنوبي ويمكن حجازي ويمكن نجدي ويمكن من الشرقية ويمكن من الشمال. Who knows؟ هل يستحق فيلم سبايدر مان الأخير أن يكون مرشحات الأوسكار؟ No. ممكن في الكاتيجوري تبع المؤثرات البصرية والأشياء ذي، لكن كأفضل فيلم يا عيال صلوا على النبي. يا أخي وجيه، كم عمرك؟ عمري حاليا 30، غير جاد على الإطلاق. هل أنت طالب جامعي؟ نوب، تخرجت من الجامعة. والله أنا بحب أتفرج على فيديوهاتك، خاصة تحليلك الحلقات أتاك، كلها حماس. وهل راح تنزل تحليق لحلقات التحليل لحلقات البارت الثاني من الجزء الرابع؟ يس، راح يكون عندنا تحليل لكل حلقة، وبإذن الله إذا أسعفني الوقت راح يكون فيه برضو رياكشن أو لايف رياكشن على كل حلقة تنزل. يمكن ننزله في انستغرام أو نسويه في تويتش. We'll see about that when it comes. اللي بعد يقول، هل بدأت تشعر بملل من عالم الأفلام والمسلسلات أو ما زلت تمتلك الشغف؟ Well صراحة تجيني فترات مرة أطفش، ولا عاد أبغى أتابع أي مسلسل، ولا عاد أتابع أي فيلم، ما عاد أتابع شيء، حرفيا ما عاد أتابع شيء. فتلاقيني كذا أقعد على الجهاز أكتب حلقات جديدة او العب او احيانا ما اسوي شيء. فيا تمر صراحة فترات الملل هذه، بس انها تعدي يعني، ممكن تطول ولكنها تعدي في النهاية ويرجع الشغف كل شيء زي ما هو. بعد كذا يقول لك، رأيك في الكوبلز توم اند زندايا؟ شوف يا جماعة، وجهة نظري الشخصية مرة ما هم لايقين على بعض. ليش؟ ما نعرف كذا، شوفهم هم لايقين على بعض. اللي بعد يقول، اشوف بعض صناع المحتوى خصوصا اللي في نفس مجالك افلام ومسلسلات تجيهم عروض من نتفليكس ويعطوهم حقية المشاهدة المبكرة، فهل في تعامل لك معاهم؟ واذا لا ليش؟ وهل لك علاقة بمسلسل ذا ويتشر من قريب ولا من بعيد؟ واذا نعم وين المراجعة حقته؟ يب، نتفليكس تواصلوا معايا وقالوا لي راح نعطيك دخول مبكر لحلقات مسلسلات حصرية ونخليك تشوف المسلسل قبل كل الناس، بلا 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 بلا. قلت لهم اسمعوا يا جماعة، لا تكثروا على راسي ولا تكثر على راسكم، بتعطوني فلوس؟ قالوا لي لا، بنعطيك بس دخول مبكر وكذا. قلت لهم هيا بالتوفيق، موضوع بالنسبة لي بيزنس، في فلوس حشتغل معك، ما فيش فلوس مش حشتغل معك. هل لك علاقة بمسلسل The Witcher من قريب ولا بعيد؟ يب، تابعت الموسم الأول وما عجبني. ماذا تحب غير السينما؟ نريد التعرف عليك أكثر. واه، ما عندي شيء أحبه أنا. What the؟ إيش أحب؟ إيش أحب أنا؟ شكل إيش أحب أنا؟ يا ولد ما أحب شيء أنا، أحب جود. يا والله يا جماعة اكتشفت إنه ما عندي هوايات، إيش أحب أنا؟ شكرا، سؤالك خلاني أدخل في معضلة وجودية. اللي بعد يقول، يا وجيه، من المعروف إن الواحد في اليوتيوب يبدأ ينعرف ما يبدأ ينعرف إلا وفي مقاطع هو حاذفه عشان ما حيطقطق عليه، هل قد حذفت مقطع؟ وإذا إيه نقدر نشوفه؟ ما فهمت الجزئية الأولى من السؤال، ولكن هل قد حذفت مقطع؟ قد حذفت قنوات، تستهبل؟ أنا كان عندي 4 قنوات قبل هذه، حذفت في البداية لما كنت جالس أتعلم، ولكن حاليا مستحيل أحذف أي فيديو، ما لو يوصل 1,000,000 ديسلايك، it's just a video. كلنا في النهاية بنموت يا جماعة. زمان كنت أحذف لما كنت مرة حساس، لكن الواحد لما الواحد يتجاوز الظاهر 25 سنة يصير كذا، يبدأ يصير إيش، ما عاد عنده أي إحساس. ديسلايك ما يزعله، الشتم ما يزعله، السب ما يزعله، ما عاد أحد يقدر يتنمر عليه أصلاً. تسبني من هنا أضحك لك، أنا حبيبي على ضعف الساعة ما في، ما عاد يهمني. مستحيل أحذف فيديوهات يعني. فهمت الإجابة؟ ما حد فهم. سيش جاوبت على سؤالك. من هو الوجيه؟ بحبك من الجزائر. الوجيه هو أب وصديق وزوج وابن وأخ لأخت كبرى وأخ لأخ أصغر وعم وخال، وبعد كم سنة بيصير جد،
عاد كم سنة والله بعيد، بس يا هذا أنا الوجيه. شكرا يا أتشي إيتشي عزيز من الجزائر، حبايبنا الجزائر. بنتك تحب تتابع أفلام زيك؟ أبا 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 محنكة تقريبا. أفلام ديزني وأفلام نتفليكس الخاصة بالصغار ختمتها. من أي جامعة تخرجت؟ تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وبالتحديد في كلية الإدارة والاقتصاد. شو معنى اسمه كلمة وجيه؟ وكيف خطر على بالك اسم القناة؟ السؤال هذا جاوبته ولكن راح أجاوبه مرة ثانية. تعرفون في بعض الثقافات، أو على الأقل هنا عندنا في المنطقة الغربية، أي شخص اسمه إبراهيم يقولوا له أبو خليل، أي شخص اسمه يوسف يقولوا له أبو يعقوب، أي شخص اسمه يا شيء زي كذا عبد الرحمن يقولوا له الوجيه. ليش؟ لماذا؟ ما عنديش فكرة. وش أكثر مسلسل حبوها الناس بس ما عجبك؟ يمكن فايكنج وبيكي بلايندرز، بس مو ما عجبوني، ما كملتهم، وقفت، تابعت منهم جزئية ووقفت. لقيت وظيفة ولا باقي تبحث عن عمل؟ ياب لقيت وظيفة. أنت من جيزان أم الصبيان؟ يمكن أنا من جيزان ويمكن أصحابي جيازين. You don't know. قصتك مع ألعاب وليش تلعب أكثر شيء ماينكرافت؟ لأنه جهازي ما يتحمل أكثر من ماينكرافت. ليش قلت لو ما عندنا دين كان سوينا دين لمارفل؟ Come on. استغفر ربك، إذا أنا أخطيت أنت ترجع تخطي وتعيد الخطأ، أنت ثور. وشكرا لكل شخص متفهم إني أخطأت وتجاوز الخطأ، I love you. واللي باقي يتحلطم وقاعدين يجوني في كل مكان، تقعد تلاحق ورايا لين بكرة، ما راح تلقى مني أي رد. غلط، واضح أنه غلط، استغفرت ربي فيه، انتهى. إيش تبغى أنت كمان؟ ليش تكره ستانلي كيوبرك؟ يا جماعة ما أكره ستانلي صراحة، أنا مو ليش أكرهه؟ إيش سوالي عشان أكرهه؟ ولكن طريقته في سرد الأفلام أو في سرد القصص يا أبويا مملة، تجيب لأم منهم. مين أفضل ممثل لسبايدر مان؟ قفل على الموضوع. مين افضل ممثل عندي لسبايدر مان؟ هذا السؤال جاوبته في اكثر من مره وفي اكثر من موقع. افضل شخص قدم دور سبايدر مان في هذا العالم منذ نشأة الكون والى يومنا هذا اندرو غارفيلد، ولم ولن يصبح شخص افضل منه. توم هولاند حبيب ورائع وموهوب وابداعي وكل شيء. توبي ماجواير ام ماي افضل شخص قدم شخصية النيرد الضعيف الطيب اللطيف، بس اندرو غارفيلد اعظم شخص قدم شخصية سبايدر مان من ناحية شكليا جسمه لايق عليه، ظرافته، لطافته، كيوتته، يا اخي احبه سبحان الله احبه. ليه ساعات بتتكلم مصري وساعات بلهجتك؟ لانه للأمانة انا اول شيء زملائي في العمل كلهم مصريين واحترم جدا واحب الشعب المصري، فضلا عن انه صديقي الصدوق والمقرب واللي معايا تقريبا في اخر 9 سنوات مصري عسل، فدائما بتأثر بلهجة الناس اللي حواليني. تابعت مسلسل سكسشن الموسم الثالث؟ يس. لو نعم ايش تقييمك؟ دايم. انتم وغيركم من اليوتيوبرز كيف تقيم الشخص؟ تمثيله قوي ولا ابو كلب؟ يعني اريد اسباب تخليك ما تقتنع بتمثيله والعكس. انت لما تشوف شخص قدامك قاعد يسولف معاك ويتكلم، انسان طبيعي مو قاعد يمثل ولا شيء، الانسان الطبيعي هذا لو حطيته في فيلم هل راح يتصرف نفس التصرف؟ يتصرف نفس تصرفه في الواقع في الفيلم، معناته انه انسان حقيقي في كلا الحالتين، اقنعني انه اللي قاعد يصير حقيقي. اما اذا شفته ما هو واقعي وباين انه تمثيل ومبتذل وخبيص، فهنا نعرف انه ايش اللي قدامنا شيء هبد في هبد. لا تنسوا اللايك والاشتراك. ياب لا تنسوا الاشتراك واللايك. هل تفضل مارفل او دي سي؟ مارفل، واحب دي سي. متى صلعت الوجيه؟ تقريبا صلعت في بداية 2013، مع بداية 2013 بدأ شعري يتهوى ويتساقط وتظهر الجينات الوراثية المضروبة في بيتنا. مين تشجع، برشلونة أو ريال مدريد؟ أتمنى تطلعني بالفيديو، متابعك من العراق، حبايبنا أهل العراق. كنت أشجع ريال مدريد إلى سنة 2012، وبعدين الكورة بدأت تسبب لي أزمة نفسية وضغط أكثر من اللازم وبدأت تأخذ حيز كبير من حياتي، فقلت fuck it ما راح تابع كورة بعد كذا. ومن 2012 أو 2011 ماني فاكر بالضبط وقفت متابعة كورة إلى الأبد. ليش ما تصير ممثل؟ تراك تعرف يا why not لجت الفرصة. أعرف وين بيتك عادي أجي أسلم عليك؟ والله البيت لا تجي، بس إذا قابلتني في الشارع حياك. كم تقعد تحضر في أغلب الفيديوهات اللي تنزلها؟ وعندك وظيفة غير اليوتيوب؟ أتمنى تجاوب. يب عندي وظيفة غير اليوتيوب. الفيديوهات اللي أجلس أحضرها يوم كتابة يوم تصوير ويوم مونتاج تقريبا. سؤال، انت عايش فين، بجدة ولا في الطائف؟ هل انت مالكي؟ ونعم فيك ونعم بالمالكيين. لا انا مش مالكي. يب انا عايش في الطائف حاليا، ولكني عشت جزء كبير من حياتي في جدة والطائف، جدة والطائف، ولكن الجزء الاكبر والنصيب الاكبر في الطائف. وبس والله يا جماعة انا اشوف انه كذا كفاية، 24 دقيقة مدة التسجيل، يعني بعد المونتاج ممكن تصير 20 دقيقة 18 دقيقة او 15 دقيقة ماني عارف. فيب الله يعطيكم العافية، وسنة جديدة مليانة انجازات
مليانة أهداف، مليانة طموحات، مليانة، أهم شيء ما تكون مليانة أهداف وطموحات، أهم شيء أنها تكون سنة مليانة تحقيق لهذه الطموحات ولهذه الأهداف. إذا في نصيحة ودي أقدمها لكم، تذكروا حاجة واحدة، كلنا راح نموت. إيش يعني كلنا راح نموت؟ يعني كلنا راح نصير نسيا منسيا، بنروح نقابل ربنا وكل واحد وعمله. ففترتك في الدنيا هذه استغلها، سوي الشيء اللي تبغاه، سوي الشيء اللي تحبه. ترى بكرة لما يصير عمرك 40 سنة راح تندم على كل دقيقة ضيعتها من حياتك، راح تقول يا ليتني سويت، يا ليتني فعلت، يا ليتني سويت الشيء اللي أحبه، يا ليتني فتحت قناة في اليوتيوب، يا ليتني فتحت قناة في تويتش، يا ليتني سويت حساب في انستغرام، يا ليتني سويت حساب في سناب شات، يا ليتني سويت الشيء اللي أحبه، يا ليتني ما خفت من كلام الناس، يا ليتني ويا ليتني ويا ليتني. سوي الشيء اللي تحبه، هذا أهم شيء. أنا ما أقول لك اترك وظيفتك، عادي، الوظيفة اللي قاعد تدخل منها فلوسك ومصروفك ولقمة عيشك كيبت، خليك معاها، ولكن في الجانب الآخر من حياتك سوي الشيء اللي تحبه مهما كانت الظروف. لا تخاف من المتنمرين، لا تخاف من الناس اللي يقعدوا يحبطوك، ودائما صاحب السعداء، ابعد عن التعساء علشان ما تصير تعيس. هذه النصيحة كان أبويا يقولها لي دائما، يقول جاور السعيد تسعد وجاور التعيس تتعس، وهي حكمة معروفة وعالمية، يعني مش أبويا اللي اخترعها. كلنا حنموت يا جماعة، فحاولوا قبل ما نموت إننا نسوي كل شيء نحبه وننبسط في هذه الحياة ونعيش التجربة كاملة مكملة، وما نهتم لأي رأي سلبي أو أي شخص ممكن يحاول يحبطنا بمحاولاته التعيسة والمثيرة للشفقة. كان معكم الوجيه، أشوفكم في السنة القادمة اللي يفترض أنها بعد نهاية الفيديو هذا بدأت بإذن الله بحلة جديدة. لا والله ما في حلة جديدة، أكذب عليكم ليش؟ نفس المكتب، نفس الستايل، نفس كل شيء، ما حيتغير شيء، ولكن إيش؟ يمكن أغير لون الإضاءة اللي ورا لأنها تتغير بالريموت. شوفوا إيش أخليها لكم الحين، بان التغيير، يا بعد بس عشان كذا، يا طفيت عندك كذا وجي الو، اوه دي صارت ريذم مع السواليف. اي او، الله يعطيكم العافيه يا جماعه، كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.